وصلنا وياكم الى موضوع الستاندر ايرور اوف مين، طبعا موضوع خاص بمادة الدكتورة نبا، واجانا سؤال منه بالفاينل. طبعا الستاندر ايرور اوف مين بي نوعين، بي للسامبل والبي للبوبوليشن. طبعا بي قانونين همين، قانون خاص بالبوبوليشن وقانون خاص بالسامبل. انا راح الخصكم هذين قانونيا بحكايتين بسيطات. الستاندر ايرور اوف مين طبعا المزوده بالاس اي ام يساوي سيجما الى ان. والقانون الثاني الاس اي ام الستاندر ايرور اوف مين يساوي الاس الى ان ناقص واحد. زين سائل يسأل يقول شين هي السيجما؟ اقول له السيجما هي الستاندرد ديفيجن الانحراف المعياري، وهو يقول لك بالسؤال الانحراف المعياري كذا. حلو. زين الاس شنو؟ الاس هم نفسها الانحراف المعياري. زين الان شنو الان؟ الان هي the size of sample، حجم العينة. فأنا شنو هسه عندي؟ عندي قانونين، هذا القانون شو تستخدمه وهذا القانون شو تستخدمه. يقول هذا القانون تستخدمه المين للpopulation. زين أنا بالامتحان أنت وزيش بيش ما أعرف هاي تستخدمه للpopulation أو في للسامبل. أقول لك هذا تستخدم القانون شو وقت ما أشوف بالسؤال كلمة total. خو زين خو حلو. فكل ما أشوف كلمة total بالسؤال أطبق هذا القانون، ما لقيت كلمة total شو أطبق؟ أطبق هذا القانون. خو واضح. ناخذ مثال ونجرب. زين جينا لهذا المثال البسيط اللي يقول لي find the standard error of sample، شو يريد؟ ال SEM شبيهة مجهولة. حلو. زين of the sample size، sample size شو مطيني؟ مطيني حجم العين شقد؟ شقد ال N؟ قل لي ال N مطيك ياها انا شقد؟ 200. حلو. Derived from the total، كم خط حط جواها؟ واحد اثنين ثلاثة. ما دام لقيت total هذا شيء خاص يخص population. قانون شنو يقول؟ يقول ال S E M يساوي لي سيجما على جذر شنو؟ جذر N. حلو. فنكمل السؤال. From the total standard deviation، standard deviation شنو معناها؟ معناها السيجما الانحراف المعياري. جد مطيني اياها؟ قل مطيك اياها اني 10. حلو. تشنو بس اطبق مباشرة ويساوي لي شو يساوي لي؟ 10 على جذر 200. اطلعها بالحاسبة وينتهي حل السؤال بكل بساطة. طبعا يجي علي 5 الى 10 درجات وتحصلون بكل سهولة. زين يجينا هذا السؤال يقول find the standard error of sample. حلو. اقول له المطلوب ال S E M of sample size، sample size مطيني حجم العينة زيادة حجمها الان جدي يساوي، قل لي مطيك اياها 100 يساوي. زين and standard deviation الانحراف المعياري is 10 مطيني 10. زين هسه انا بهذا السؤال مذكور كلمة total لو لا؟ ماكو ما مذكور. اذن هذا شيء مثل لي السامبل، فبالتالي المنحراف المعيار راح مثل شنو؟ اس مو سيجما. لو كان مذكوره كلمه توتال اذا هاي للبوبوليشن، بالتالي السيجما مطنياها 10. بالتالي هسه هنا انا مطيني اس لان كلمه توتال ماكو، جي تساوي 10. حلو. اذا شيلت هو الستاندر ايرور قبل يساوي الاس اي ام يساوي الاس تحت الجذر ان ناقص واحد. بس اطبق وينتهي حل السؤال. الجد انا عندي الستاندرد ديفيجن عندي 10. زين الان الجد عندي الان 100 ناقص واحد، اطلع هذا من تحت الجذر واقسم 10 على اللي يطلع من تحت الجذر وينتهي حل السؤال. موضوع كلش بسيط.